ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ضغطة واحدة تفتح الشنطة ما شاء الله ما شاء الله. الدنيا محفوظة. أهم شيء الطفاية، أهم شيء الطفاية بعد سالفة ديناصور. باقي نركب لها تشغيل عن بعد. باقي مسجل بعد. ما شاء الله تبارك الله. يستاهل يستاهل ميركوري. ما شاء الله. طبعا تم تجهيز السيارة من داخل من ناحية التكييف ما شاء الله بارد، وشماسة وستائر على جميع الأبواب حتى باب الراكب، حتى باب الراكب جميع الستائر على جميع البيبان. طبعا أحذركم من الخلفية، الخلفية الستارة تكون موجودة بس والسيارة واقفة، إذا جيت تمشي أنصحك تفكها لأن عليها مخالفة 150 ريال، اللي هو مخالفة وضع حواجز تحجب الرؤية. حتى البيبان إذا مريت تفتيش أو شفت مرور فكها على السريع باليد بسرعة تنفك. يعني وقت الصيف أكون في الكلية واقف داخل السيارة جالس، يعني يكون الجو حار. لا صراحة حوطة سدير حرهم حر، فجهزت الأمور كلها نتجهز للصيف من الحين. هذا شكل السيارة بعد تركيب الستائر، هذا الستائر الخلفية ما شاء الله، هذا شكلها بالجانب مع الستائر الجانبية مع الشماسة. الزاوية ضيقة لم تزبطوا معنا بس نحاول ما شاء الله. فكينا الزرار، راح نشوف مشكلة مثبت السرعة إن شاء الله إنه يضبط ويشتغل إن شاء الله. هذا الجهاز درسنا عليه بس باقي ما اشتغلنا عليه، اللي هو أنا دارس ميكانيك السيارات في الكلية التقنية، شفت هذا الجهاز وإحنا ندرس بس باقي ما اشتغلنا عليه. بس هذه حلها بسيط، غير زرارك بس. حلو، عندك زرار يعني. هذا النهوانه شوف، هذا انكسر واحد ولا كلهم تمام؟ لا لا واحد، هذا شغال. حلو تمام، لانه يابس ولا يفتك ترى والله. اي لا سياره قديمه صار لها 22 سنه والله، سياره تفتك زي الحلاوه. شوف زي هذا والله انكسر. ايوه قد كان مفك عزاز اخر مش بس مره نيجي قوي والله، بعض اللين يفتك على طول. اي لا السياره عمرها 22 سنه شوف. ضغط لي على هلا بس لما اغلق. اضغط لك على ايش؟ على هلا. حلو الاصفر. ايوه الاصفر. ايوه بس ما يشتغل ما يشتغل اللي تحت ما يشتغل. شغال. شغال اوكي. خليك اعطوه ضغطه واحده بس. ضغطه واحده؟ ضغطه ايوه. ضغطه واحده؟ ضغطه ضغطه طول عليه يعني. ضغطه طول عليه. خليك ضاغط عليه. ما شاء الله. مضبوط. شغال خفيف. ضعيف مره.
صار تمام. هنا تمام. انا اقصد تمام انه ما تكسرت الكلبسات وراكب زين. وهذا هنا عندنا الكلبس اللي هنا تمام، اللي على اليمين مكسور انكسر، فنبي نشوف له حل. لكن ان شاء الله انه يشتغل، ان شاء الله انه يشتغل مثبت السرعه ان شاء الله. والحين نقول بسم الله ونجرب نشغل مثبت السرعه. اشتغل مثبت، جالس ازيد السرعه، شوفوا جالس ازيد السرعه بدون ما اضغط بنزين. ما شاء الله شغلنا مثبت السرعه، شغلنا مثبت السرعه. 5 سنوات وهو طافي من يوم شريتها. الحمد لله اشتغل، الحمد لله. شوفوا بس السرعه تحس انها تزيد وتنقص، يعني اذا ثبتت السرعه على زياده سرعه يزيد السرعه. طيب ايش الفائده؟ اصبر اصبر، لا لازم. انا كنت ازيد، انا عندي مشكله مع من زمان ما سكت سياره فيها مثبت سرعه. لكن اشتغل مثبت الحمد لله اشتغل. خلونا نشوف المثبت يشتغل على سرعه كم. الحين انا ماشي 40، اشتغل على 40، ازيد السرعه. ما شاء الله ترى هذا الصوت اللي سمعته يعني زاد العزم من الزر. انا الحين تارك دعسه البنزين. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. طبعا عندي الريموت ضعيف البطاريه، فنغير له بطاريه. نقول بسم الله. هذا ايش نوع البطارية؟ كيف نعرف؟ صيني. هذا صيني. انا ركبت اندونيسي نفس اللي موجود على البلاي ستيشن. ما شاء الله. الله يجزاك خير. اي والله صيني، حتى عليه كتابة صينية. وهذا اندونيسي. هذا اندونيسي. ما شاء الله. الله يجزاك خير. توكل على الله. هذا عشان يكون افضل، من بعيد يستوعب. لازم اقرب. هذا سيارتي. ازعجناها بس عشان يغلطوا فيها بالله. بس امورك طيبه. ها ايش باقي؟ البرمجه. لازم البرمجه فحص بس نشوف يفرغ. فحص اوكي كذا تمام. الله يعطيك العافيه. بيطلعوا الجيران الحين. نعطيها تجربة أخيرة. هذا هنا الريموت إقفال وفتح وجرس إنذار وفتح الشنطة. الإقفال تمام، الفتح ما شاء الله تمام، الإنذار تمام ما شاء الله تبارك الله. باقي الشنطة. اللي يعجبني أن ضغطة واحدة تفتح الشنطة. ما شاء الله تبارك الله. طبعا في ناس بيقولون الضغطتين افضل، لان ممكن لو ضغطت بالغلط زر الشنطه راح يفتح، وصحيح كلامكم الضغطتين افضل، لكن السيارات القديمه كذا جات. الجديد زي الاسكورت ضغطتين، واغلب السيارات يكون ضغطتين. ومثبت السرعه بعد شغال، الحين نقدر نمشي حوطه سدير طريق 6 ساعات. ما شاء الله تبارك الله. لا تنسون لايك والاشتراك. اخيرا لقينا الفيجو. ايش في واقف نص التقاطع؟ امش واقف التقاطع ليش؟ انتوا الفيجو ذي اشتقنا لها والله. هنشغل الصوت، هنسكر الصوت. شغل الاشارات. امش يلا حياهم المتابعين. الحين انا مثبت السرعه على سرعه 120،
123 122 بس العداد عندي قراءة خربانة فمكتوب 160 بزيد السرعة من هنا. طبعا اهم زرين حق تثبيت السرعة في المركيز او الفوردات الموديلات هذه اللي زي اللي عندي انه يكون الاون شغال والزر اللي في النص ذا شغال، هم الاساس، هم اللي يشغلون مثبت السرعة. طبعا السرعة مكتوب 160 بس اساسا 122، عندي القراءة خربانة. فيوم امشي 140 اشوف الناس معصبين ليش ما امشي ايش السالفة، طلع عندي العداد خربان. ما شاء الله يا الاجواء الجميلة، ما شاء الله تبارك الله. حاليا انا ماسك طريق رياض، اخر مرة مسكت طريق رياض قبل سنتين على المركز. السرعة الحين بالضبط 120 بس العداد يقول 155 156. ما شاء الله تبارك الله، الاجواء جدا جميلة. لازم احفظ السرعة حقت العداد، خربان ما ادري ايش الحل، ايش كيف تنحل ذي المشكلة. لكن ما شاء الله تبارك الله مثل ما قلت لكم اون يشغل مثبت السرعة، الزر اللي في النص يزيد السرعة ويثبت السرعة، يعني شلون يشتغل التثبيت، تضغط ذا بعدين يشتغل التثبيت وتضغط مرة ثانية يزيد السرعة، تحت ينقص السرعة. الزر اللي فوق اول واحد ما ادري حق ايش، بس اللي تحت ينقص السرعة واللي فوق يثبت السرعة ويزيد السرعة. يعني الاون يشغل الجهاز حق التثبيت، الزر اللي في النص يثبت السرعة والتثبيت يصير معاه. فأهم شيء الزر اللي في النص والزر الاون والسرعة. عندي مشكلة، خلاص ما نبي نشوف شيء، مع السلامة.